كل هذا النقاش بهذا الموضوع اللي هلا عم يعملوه هو الناس ما بيفهموا سياسي، يعني بالسياسه ما حدا في يقول اذا التيار كان خسر نايب او ربح نايب. بدي فوت هون لفكره كمان اضافيه لازم جمهور حزب الله يسمعها، فكره انه اذا التيار لم يعد متحالف مع الحزب ما ادري شو بيصير له، لانه كمان قانعين فيها جزء كثير مهم من قياده حزب الله. لا، هذا الشيء غير صحيح. نحن ببلد مش اذا واحد بطل متحالف مع حدا بينتهي من السياسي، يعني لازم تعرفوا دوله الرئيس نائب ميشيل مر مات نائب، يعني بهذا البلد ما في واحد اليوم بولا يعقوبيان نايبي، يعني فكره انه واحد يظهر من حدا بينتهي سياسيا لا، ما هيك بصير بالبلد ابدا. يعني هلا في زخم كان اخذه التيار، في قوه كان يستمدها التيار من هذا التفاهم بالداخل، الاساس جريس انه هذه القوه التي كان يستمدها التيار بطل التيار شاعر فيها منذ تكليف نجيب ميقاتي. يعني انا كنت كل الثمن اللي عم بدفعه عم بقبضه بالسياسي، عم يجي حزب الله يقول ايه ما في تشكل حكومه اذا جبران مش موافق، هيدي قوه سياسيه انا عم بستفيد منها كثير، هذه القوه السياسيه انا بطلت عم استفيد منها لما حزب الله اجى قال لا في يتكلف نجيب ميقاتي بلا ما جبران يكون موافق. لهيك نجي نقدر نقيسها انه انتم بتخسروا انتم مدري شو، هذا كله حكي خارج المنطق وعن جد اي حدا يعني بيعرف علاقه الاثنين بيعرف انه هذا الحكي لا بيفيد ولا بيوقف عنده. وكمان لازم العونيين يعرفوا انه العلاقه بين التيار والحزب مش رايحه ابدا 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 لمطرح ما هني رايحين على السوشيال ميديا، مهما بلغ التمايز، مهما بلغ التباعد، مهما بلغ شو ما صار بين الاثنين، شو ما صار، مش رايحين للشيء اللي انتم عم تعملوه على السوشيال ميديا ابدا. يعني هيدي فكره انه انا بتخانق مع القوات اللبنانيه ف ب 24 ساعه ما بعود شايف شيء وبدي كسر الدنيا وبدي اعمل وسوي بالقوات اللبنانيه، 24 ساعة تانية بتخانق مع الحزب نفس الشيء، لا ما هيك السياسي ابدا. بالسياسي انا بحط معادلة بجرب اشتغل عليها مع الحزب، ما زبط اشتغل عليها مع الحزب بتباعد مع الحزب بتميز عن الحزب برد بالسياسي، مش برد بعداء وبخصومي بتقرف سوشيال ميديا. يعني ما بدي بس هلا انه غسان انه الجماهير من الصعب ضبطها على السوشيال ميديا، ليش عم لا يعني لا بدي اقول لك ليكي الجماهير اوكي مبدا انه ناس يحكوا البدونية اكيد ناس يحكوا البدونية، بس كل يوم ناشط حزبي انا بشكل رئيسي اللي عم بحكي عنه هذا بده يعرف انه انا اليوم الموقف اللي عم باخده الموقف الناشط الحزبي واللي كمان عنده بلاتفورم على تلفزيون او على قناه او على اي مطرح بده يعرف انا اليوم اذا انا حزبي بدي اسال حالي انا هذا الموقف اللي عم باخده شو بيربح التيار شو بخسر التيار بشكل كتير واضح. بيربح التيار اذا انا اليوم طلعت سبات حزب الله بربح جمهور ناتر عند المسيحيين بربح جمهور ناتر، لحظة بدي أعمل بدي أشوف إذا أنا هذا الجمهور حيربحني جمهور ناتر تمام، إذا أنا بدي أطلع سب وأعمل ومدري شو تأربح جمهوري لا حبيبي جمهورك معك نيح. وبالتالي اليوم النقاش بأي فكرة وتطوير أي فكرة وأي موقف حزبي بده ياخده بده يكون منطلق أنه أنا هذا الموقف بربح حزبي أو بخسر حزبي. طب وبالتالي اذا التصعيد ضد الحزب بيربح مسيحيا عبر السوشيال ميديا وعبر هذا الحكي بيربحني، في ناس حيرجعوا يقتنعوا فيني صحتين على قلبك روح اعمله منيح. اذا هذا الشيء بيربحك بس جمهورك بيزقفوا لك شويه عالم الباقيين عم يشمتوا فيك او مش ماشيين معك انتبه، يعني قيسها صح اذا انت عم تخسر وما عم تربح. بس اوكي السؤال الاساسي يلي دائما بنطرحه، خسارة ما بدي أقول خسارة التفاهم أو فك التفاهم لأنه مثل ما حضرتك قلت واضح أنه ما في نية بهذا الموضوع، بس التباعد الحاصل ألا يضر التيار الوطني الحر ويضر حزب الله على حد سواء؟ ما بيضرهم تيناتهم بالنتيجة هذا التفاهم غسان إذا بدنا نحكي أنا دايما بقوله لأنه أنا صراحة معه أرخى رياحة اجتماعية قبل ما يعمل ولا أي هيك مفعول سياسي، صار في رياحة اجتماعية، صار في هيك تقارب بين الناس أكثر بالفعل، وغير عن الإيجابيات السياسية على الصعيد السياسي يلي أرخيها هذا التفاهم. اليوم خسارة هذين الفريقين لبعضهم البعض ما بتضر فيهم تنيناتهم؟ في حدا مستفيد؟ أنا برأيي المستفيد، عم بعطيك رأيي، المستفيد هن الخصوم. أول شيء بوافق أكيد أنه أكيد الخصوم هن المستفيدين، وبدي روح لتفصيل شوي. بعض الجمهور يفترض أنه هي الخسارة من التباعد هي حتكون خسارة بس هي خسارة بس للتيار. لا، هي خسارة مثل ما أنت عم تقولي، هي خسارة للتيار وللحزب أكيد وللحزب. في كتير 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 ناس كانوا قاعدين على الفرندا عم يتفرجوا ومش مصدقين انه حزب الله عم يعطي التيار وعم يتعامل بهذه الطريقه مع التيار. اليوم ايضا حينقذوا كثير اذا هذا التفاهم خرب.
خصوصا من بعد الجو انه هذا ميشيل عون كل عهده كان مواقفه اللي هي مواقف ميشيل عون وليست مواقف، يعني ما كان ناطر ثمنه او بدله، هيدي مواقف ميشيل عون وقناعات ميشيل عون، دفع ثمن قناعاته اللي هو حليف للمقاومه. طبعا هذه المقاومه حتكون صورتها مختلفه عند الناس اذا اجت اليوم خرب هذا التفاهم. في كثير جبران في كتير دفع في كتير جبران طبعا دفع. طبعا عقوبات طبعا في 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 كثير شيء رح تتزعزع بهذه الصوره. هلا الكارثه اللي دائما بيروحوا على الربح الاني، دائما الواحد بيروح بفكر انه انا اليوم شو بدي اربح، انه انا اذا هلا ربحت ايه جاري رح تهون علي انه انا احكي مع جاري. اذا الحزب مفتكر انه العلاقه مع وهذا الحزب باساس اساس اساس الحزب، لا الحزب ما هيك بفكر، ولكن بعد ما يشيعه جو هيك البيئه، انه اذا الحزب يفتكر انه هو في يربح عبر وليد جنبلاط ونبيه بري ونجيب ميقاتي بديل عن التيار، بتربح بديل سياسي مؤقت، بس الجو العوني هذا الاحتضان العوني الهائل. بتعرفي انا 100 مره بخانقهم انه خيي فيكم تكونوا حلف الحزب بس ما تكونوا هالقد على يمين الحزب. العونيه راحوا بالعشر سنين الماضيين، صاروا اذا بينجاب سيره الحزب مدري وين بجن جنونهم. طب هذا الشيء ما له، ما فيك تقيميه بالسياسي، هذا الشيء ما فيك تيجي تحسبيه بنايب زايد ونايب ناقص، هذا الشيء هائل البيئه العونيه عملته ومش العون قدر يعمله، هذا الشيء الحزب ما في يجي يقيسه بانه انا نايب زايد ونايب ناقص، هذا الشيء هائل كان عم بيصير عبر هول الجمهورين. المناطق يلي ارتاحت سوري الشراكه، نحن اليوم عشنا ما عشناه في السياسه ال 15 سنه الماضيه، لانه في حدا اجى قال ممنوع تتشكل حكومه لا يوافق عليها الفريق المسيحي الاكبر في لبنان. هذا يعني التصحيح التمثيل. لهيك اليوم جبران حز كثير عنده انه خايف شيء عملناه هذا الشيء ممنوع يفرط. طيب هذا الشيء هائل يلي صار، وبالتالي لا ارتاحت المناطق. طبعا بالسياسه انعمل شيء كثير كبير، بالتوازنات الداخليه انعمل شيء كبير. هذه المنظومه لو كمان لو كفى الاتفاق الرباعي، نحن كنا مرقنا بكل اللي مرقنا فيه، كنا شفنا هذه الحكومات، كنا شفنا كلها، كانت بعض المنظومه لقطه وماسكه ومقلعه وماشي حالها بألف بالمية. طيب وفي تيار معارض وعم بيصرخ ولكن هو اقليه نيابيه ما طالع من امره شيء، لكن كل هذه نجي نحن اليوم نجي نوصف لا هذه العلاقه. وانا كلمه هيك بقول لك باساس مش بس جبران باسيل، جبران باسيل والرئيس عون وحزب الله، اساس القياده عند حزب الله عندهم مآخذ كثير كبيره على بعضهم، كثير كبيره على بعضهم. وهذا التفاهم انا هذيك اليوم كتبت عن 8 نقاط، في 80 نقطه ممكن اليوم ينحكى عنها لتطوير هذا التفاهم، لاخذ كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار، ولكن هذا لا يعني انه هذه العلاقه رايحه تتفجر او تنكب البحر او لا. الاثنين عارفين هن عاملين شيء حلو. بدي ارجع عيد فكره قالها جبران باسيل مش بكامل الوضوح. هول الاثنين عمروا بنايه من 10 طوابق. اول طابق كان حمايه لبنان من التكفيريين ومن اسرائيل ومن غيره، ثاني طابق كان الشراكه، وعمروا فوقه 8 طوابق ثانيين. طب جينا منذ 17 تشرين بطلوا الاثنين قادرين يعمروا طابق اضافي. لهون كان في استقرار على السلبيه. انتقلنا اللي هلا نحن عم نعيشه تهديد انه احد الطوابق اللي تعمرت عم تيجي تتكسر، الخاصه بالشراكه اللي عم بيحكي جبران باسيل بشكل كتير واضح، خاصه بالحكومه، خاصه بانتخاب الرئيس. طيب تدمير هذا الطابق هو خطر اكيد، هو يزعزع اساسات هذه البنيه، ولكن هذا لا يعني انه نحن رايحين لعداء ولا مدري شو لهول اللي مفتكرين حالهم هلا. يعني العلاقه بين تيار والحزب مش رايحه للتوتر الذي تعكسه بعض مواقع التواصل الاجتماعي.